القديسين. ماري مرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بالأسكندرية. أسرة العذراء وماري مرقس للعقيدة تحت إشراف الأستاذ حلمي الأنبوس يعقوب وإعداد دكتور إيهاب ناجي، تقدم التجسد الإلهي الجزء الثاني. في الجزء الثاني هنتكلم عن وراثة الخطية الجدية. في سؤال مهم جدا اتسأل في الحلقة اللي فاتت. السؤال كان بيقول ما ذنب أولاد آدم في خطية آدم؟ ده في بعض الناس كمان بيقولوا وإذا كانت المحكمة الأرضية بتحكم على الجاني فقط ولا تحكم على أولاده، فكيف يحكم الله على آدم والبشرية جمعاء بالموت؟ الحقيقة أن الموت ده نتيجة من نتائج الخطية. فاكرين الحلقة اللي فاتت لما تكلمنا عن نتائج الخطية؟ موت روحي أبدي، موت جسدي، موت أدبي، بالإضافة للعقوبات وتسلط الشيطان على الإنسان وفساد الطبيعة البشرية. إذن الموت هو نتيجة للسقوط في الخطية. ولما آدم سقط في الخطية ومات، نحن لم نكن معه لكننا كنا فيه. هو أب كل البشرية ونحن ولدنا منه وهو في حالة الخطية. طب سؤال بقى، يعني لو آدم أنجبنا قبل أن يخطئ، ما كنا ورثنا خطيئته ونتائجها؟ الإجابة طبعا نعم. إننا لم نرتكب الخطية الأولى مع أبينا آدم، ولكننا ولدنا بها. طيب هنقول أمثلة عشان نقدر نوصل الفكرة. الأطفال الذين ولدوا من أباء عبيد خرجوا للدنيا عبيدا، وهم لم يبيعوا أنفسهم ولكنهم ولدوا من أباء في حالة العبودية، عشان كده هم عبيد. يعني بمعنى أصح هم ورثوا العبودية لأن أبوهم وأمهم كانوا عبيد. في مثال تاني كمان، الشجرة الندرة اللي عثر عليها رجل غني فاقتناها وزرعها في حديقته، أخرجت له ثمارا شهية وكان شكلها جميل جدا وحلوة، وذات يوم ضربها مرض فأتلفها. الراجل حزن جدا صاحبها وأخذ من البذار وزرع منها فنبتت أشجارا لا عدد لها. السؤال بقى، هل هذه الأشجار ستثمر أثمارا صالحة أم فاسدة أم خليط بين هذا وذاك؟ طب ما تيجي نشوف كده. إيه ده كل الشجر اللي طلع ده إيه؟ ده فاسد بلا شك، أن جميعها تثمر ثمارا فاسدة. عارفين ليه؟ لأن كل ما أخذ من فساد هو بالطبع فاسد. وهل يطرح الشوكة تينا أو عنبا؟ الكتاب المقدس في إنجيل لوقا إصحاح 6 عدد 43 و44 بيقول لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها، فإنهم لا يكتنون من الشوك تينا ولا يقطفون من العليق عنبا. الكتاب المقدس بيقول في رسالة رومية 3 عدد 12 الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. مزمور 51 عدد 5 بيقول ها أنا دا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. عارفين مين ده؟ ده راهب اسمه مندل. هو بتاع قانون مندل الوراثة. قال ايه؟ قال ان الانسان يرث من جدوده. فنجد مثلا ولد اشقر لوالدين اسودين. وده ايه سببه؟ سببه ان الجينات الوراثية بتتوارث من الاجداد للابناء. يعني هتلاقي احد اجداد هذا الولد كان اشقر. بالبلدي كده زي ما بنقول العرق يمد السبع جد. في مثل كمان، وراثة بعض الأمراض أو الديون. مش ساعات بتلاقي حد كده مولود وعنده مرض وراثي؟ أو نفترض مثلا أب كان مديون بمبلغ من المال، وبعد ما تنيح أولاده ورثوا هذا الدين وملزمين هم يسددوه. أيهما أجدى بقى، أن أقول ما هو ذنبي وأندب حظي وأتذمر، أم أبحث عن علاج؟ أحاول أخد دواء للمرض ده وأحاول أشتغل علشان خاطر أسدد الديون اللي أنا ورثتها.
صح كده؟ هتيجي بقى تسأل سؤال، إن كانت البشرية كلها ورثت خطية آدم، فكيف قال الكتاب عن نوح كان نوحا رجلا بارا كاملا في تكوين 6-9؟ لا مش كده بس، ده قال نفس الكلام عن أيوب وعن زكريا وإليصابات. قال عن أيوب أنه كان كاملا ومستقيما في أيوب 1:1، وقال عن زكريا وإليصابات أنهما كانا برين أمام الله في لوقا 1:6. طب إزاي بقى؟ أقول لك، البر اللي كان بيتكلم عليه الكتاب المقدس هذا بر نسبي، والدليل على كده إن رب يسوع قال ليس أحدا صالحا إلا واحد وهو الله في لوقا 18:19. كل منهم كان يمثل بالبلدي كده أحسن الوحشين، لكن سم الخطية تخلل وسكن جسم البشرية جمعاء. وهنا بقى يجي سؤال مهم، ما هي الأدلة على توارث الخطية الجدية؟ يعني أنت بتقول إن الخطية الجدية توارثت، طيب هل عندك دليل؟ هو بصراحة مش دليل واحد، هي أدلة كتير. هناخد مثلا الدليل الأول، قايين وهابيل. الخطية جت لآدم من الخارج، إنما في حالة قايين الخطية نبعت من جواه، نبعت من الداخل. طب وده سببه إيه؟ سببه هو فساد الطبيعة البشرية، وده دليل على وراثة الخطية الجدية. ما هو لو أولاد آدم ما ورثوش الخطية الجدية، طب ليه طبقت عليهم العقوبات؟ علشان الخطية الجدية تورثت من آدم لأولاده، والشر تفشى في الأرض، والطوفان جدد الأرض لكنه لم ينزع الشر. هناخد دليل تاني من الأدلة على توارث الخطية الجدية، أقوال الآباء. القديس كيرلس السكندري اللي هو اتولد سنة 378 واتنيح سنة 444 ميلاديا قال إيه؟ وهكذا صرنا نحن أيضا وارثين للعنة في آدم، لأننا بالتأكيد لم نعاقب كأننا عصينا معه الوصية الإلهية التي استلمها، ولكن لأنه صار مائتا فقد نقل اللعنة إلى البذرة التي ولدها، نحن أمواتا لأننا نبعنا ممن هو مائت. هيجي واحد كده يسأل ويقول إيه؟ وما ذنبي في خطية أبي؟ وأنا ذنبي إيه في خطية آدم؟ يرد على القديس أغسطينوس يقول له إيه؟ وأي فضل لك في خلاص المسيح؟ هتقول لي طيب عندك دليل من الليتورجية أو من القداس؟ هقولك هو ده ثالث دليل. القداس البسيلي الأب الكاهن بيقول يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته. أشكرك يا رب لأنك هدمت الموت اللي دخل للعالم ودخل لآدم وأولاده بحسد إبليس. في دليل رابع من أدلة توارث الخطية الجدية، وهو تعميد الأطفال. لماذا نعمد الأطفال الذين ولدوا من أباء وأمهات مسيحيين؟ الإجابة من أجل الخطية الجدية. خلي بالك إن العلاقة مع الله شخصية وليست بالتوارث. وبعض الناس تسأل يعني نحن ورثنا كل نتائج الخطية التي قام بها آدم بما فيها فساد الطبيعة، طب لماذا لم نرث خلاص المسيح اللي هو آدم الثاني بدون المعمودية؟ الإجابة ببساطة نعم، نحن ورثنا خطية آدم فورثنا طبيعة فاسدة، أما تجديد الطبيعة فليس بالوراثة بل بالاختيار. كل من يختار الطبيعة الجديدة الباب مفتوح قدامه عن طريق المعمودية، ففي المعمودية نخلع الإنسان العتيق، نموت عن الطبيعة القديمة الساقطة المحكوم عليها بالموت، ونقوم خليقة جديدة، ونأخذ نعمة البنوة ومغفرة الخطايا الجدية والخاصة. وفي القداس الأغوغوري الأب الكاهن يقول إيه؟ باركت طبيعتي فيك، أشكرك يا يسوع لأنك تجسدت وباركت طبيعتي، أشكرك. طب في أدلة تانية على توارث الخطية الجدية؟ أيوه، سمعت عن حاجة اسمها عقيدة الحبل بلا دنس؟
قال الكاثوليك عن العذراء أنها حبل بها بلا دنس، أي أنها لم تغسل الخطية الجدية. ونحن في عقيدتنا الأرثوذكسية لا نوافقهم على هذا الرأي. فالعذراء مريم قالت في إنجيل لوقا الإصحاح الأول عدد 47: تبتهج روحي بالله مخلصي. والروح القدس لم يحل على أمها حنة قبل أن تولد. لقد ولدت مريم العذراء ولادة طبيعية وقد ورثت الخطية الجدية، وعندما حل عليها الروح القدس وطهر ونقى مستودعها فولدت الرب يسوع بدون أي خطية، أي أن السيدة العذراء ورثت الخطية الجدية، ولذلك نحن لا نؤمن بعقيدة الحبل بلا دنس. في دليل سادس كمان على وراثة الخطية الجدية. عارفين مين ده؟ ده راهب بريطاني اسمه بلاجيوس، عمل بدعة وعشان كده سميت بدعة بلاجيوس. ادعى أن خطية آدم كانت قاصرة عليه دون الجنس البشري، وأن الطفل يولد ليس برا ولا شريرا بل قادرا أن يعمل ما يشاء. فحكم عليه مجمع أفسس سنة 431 ميلاديا بالحرب. إذن الأباء منذ القديم يؤكدون بالأدلة وراثة الخطية الجدية. طيب هل يا ترى في دليل كتابي على وراثة الخطية الجدية؟ طبعا، قال الروح القدس في رسالة كورنثوس الأولى 15-22: كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. في رسالة روميا إصحاح 5 عدد 12: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. طب في دليل كمان؟ هو سؤال ودليل في نفس الوقت. لو لم نرث الخطية الجدية فلماذا لم نرجع إلى الفردوس؟ ولماذا نموت؟ ولماذا ذهب الأطفال إلى الجحيم قبل الفداء؟ صح؟ أسئلة منطقية. كل ده ما حصلش ليه؟ لأننا ورثنا الخطية الجدية. طيب في دليل كمان؟ طبعا، فساد الطبيعة ده أحد نتائج الخطية. هناك عقوبات نتجت من فساد هذه الطبيعة، منها تسلط إبليس والموت وحاجات تانية زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. علشان كده فساد الطبيعة هو أحد الدلائل على أننا ورثنا الخطية الجدية. عاشر دليل، قال القديس حبيب جرجس أن الأطفال مشتركون في الخطية الجدية مثل الكبار في كتاب أسرار الكنيسة 7 صفحة 27-30. وعشان كده لازم التطهير بالمعمودية، والمعمودية موت وقيامة مع المسيح. وقال الأنبا ساويروس أسقف الأشمونين: لأنه بسبب خطيئة آدم كل من يموت من جميع ذريته ينزل إلى الجحيم حتى الأطفال الذين لم يخطئوا، صفحة 36 في كتاب الخطية الأصلية. أما بعد فداء المسيح فقد صار لنا ميراث الملكوت. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة واتكلمنا فيها عن وراثة الخطية الجدية. هنتقابل بنعمة ربنا في الحلقة الثالثة، وهنسأل سؤال مهم جدا: هل من بديل للتجسد؟ هل هناك بدائل للتجسد؟ ولو في بدائل ايه هي؟ وهل تنفع لخلاص الإنسان ولا لا؟ كل ده هنجاوب عليه في الحلقة الجاية. إلى أن نلتقي، ورب يبارك حياتك.